بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدموا التمرين رقم 20 صفحه 278 من كتاب النجاح في الرياضيات، نفس التمرين ديال النجاح او ماتيماتيك بالنسبه للخيار الفرنسي. دونك هنا مطلوب منا في هذا التمرين عندنا اف داله عدديه معرفه على المجال ناقص 4 4 اتميم انشاء المنحنى سي اف حسب المعطيات في كل من الحالات التاليه. هنا الهدف من هذا التمرين هذا هو استنتاج تمثيل المبياني، النصف ديال التمثيل المبياني الا كانت عندنا داله زوجيه ولا كانت عندنا داله فرديه. حنا كنعرفوا وقلنا في الدرس ان الداله الزوجيه التمثيل المبياني ديالها كيكون متماثل بالنسبه لمحور الاراتيب، والداله الفرديه كيكون متماثل بالنسبه للاصل ديال المعلم. هذا كل ما في الامر. دونك هنا مثلا هنا جينا قرينا في الحاله الاولى عندنا اف داله زوجيه، هنا عندنا صوره واحد هي صفر، المنحنى كيمر من واحد صفر وكيمر من صفر ناقص واحد. دونك الصوره ديال صفر هي ناقص واحد، والصوره ديال واحد هي صفر. دونك الصوره ديال ناقص واحد حتى هي غتكون كتساوي صفر. تقولنا الداله الزوجيه كتكون عندي اف لي ناقص اكس كتساوي اكس، هنا عندي اف لي واحد كتساوي صفر، وكتساوي حتى اف لي ناقص واحد، حيت قلنا اف لي ناقص اكس كتساوي اف لي اكس عفوا، والصورة ديال اف لي واحد كتساوي اف لي ناقص واحد، وبجوجهم كيساوي صفر. دونك الصورة ديال ناقص واحد حتى هي صفر، دونك الدالة غدو تمر من هاد النقطة، والصورة ديال صفر عاوتاني هي ناقص واحد. الصورة ديال ناقص صفر راه هي الصورة ديال صفر، صفر ما كنقولوش ناقص صفر وزائد صفر، دونك غيمر من هنا وغادي يمر من هنا. دونك غندير بحال هاد الشكل غيكون متماثل، دونك غندير بحال هكا، ونجي هنا عندي الصورة ديال الصورة ديال هنا واحد جوج، الصورة ديال جوج تقريبا هي واحد، الصورة ديال ناقص جوج حتى هي غتكون هي تقريبا تزيد على واحد شويه، والصوره ديال جوج ثلاثه، الصوره ديال ربعه هي جوج. دونك الصوره ديال ربعه هي جوج، الصوره ديال ناقص ربعه غتكون هي ناقص جوج، هي هذه. وغندير التماثل ويكون نحاول ندير يكون بحال هذا الشكل، غير غيكونوا دونك غيمر من هنا حتى لهنا. دونك هذا هو الشق الثاني ديال المنحنى، كيف ما كتلاحظوا كيبان انه متماثل بالنسبه لمحور الاراتيب. بالنسبه للداله الفرديه، الا كانت عندي داله فرديه كتكون متماثله بالنسبه لاصل المعلم. دونك هنا الا كانت عندي داله فرديه، الصوره ديال ناقص اكس كتساوي ناقص الصوره ديال اكس، يعني اف لي ناقص اكس كتساوي ناقص اف لي اكس. هنا عندنا الصوره ديال صفر باينه هي صفر، هنا عندي الصوره ديال واحد، هنا الصوره ديال واحد هي ناقص واحد، ولا بغيت الصوره ديال ناقص واحد اف لي ناقص واحد شنو كتساوي؟ كتساوي ناقص الصورة ديال واحد، ناقص اف لي واحد، وحنا عندنا اف لي واحد راه هي ناقص واحد، دونك ناقص ناقص واحد غتعطينا واحد، الصورة ديال ناقص واحد هي واحد، دونك الصورة ديال واحد ناقص واحد هي واحد غتكون الفوق، هنا عندي لتحت هنا غتكون الفوق، وكندير مستقيم، هنا عندي مستقيم نيشان من صفر لواحد. ثم عاوتاني الصورة ديال هنا عندي الصورة ديال ربعة هي صفر، دونك ناقص ربعة حتى هي غيكون الصورة ديالها هو صفر، حيت ناقص صفر هو صفر، وندير هاكا كيفما كتلاحظوا تماثل بالنسبة لأصل المعلم. نفس الشيء بالنسبة للحالة الثالثة والحالة الرابعة، هنا عندي دالة زوجية، دونك الصورة ديال واحد هي جوج دالة زوجية، إذا الصورة ديال ناقص واحد حتى هي غتكون جوج، غيمر من هنا مستقيم المنحنى عفوا. ثم الصورة عندنا هنا واحد جوج ثلاثة أربعة، دونك واحد جوج ثلاثة أربعة غادي يرجع هنا. دونك غندير هكا ونكمل ونهبط حتى لهنا. دونك الدالة معرفة على ناقص ربعة ربعة، يعني من ناقص ربعة حتى ربعة، هنا واحد جوج ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة ناقص ربعة. دونك هذا هو التمثيل ديال هاد الدالة في هاد الحالة. بالنسبة للدالة الفردية،
كيكون تمثيل او كيكون متماثل بالنسبة لاصل المعلم. هنا عندنا صفر راهو صفر، هنا عندنا الصورة ديال ثلاثة هي ناقص واحد، دونك الصورة ديال ناقص ثلاثة، الصورة ديال ناقص ثلاثة غتكون هي واحد ماشي ناقص واحد، العكس. ثم الصورة ديال ربعة راه هي ناقص ربعة راه هي صفر. هنا عندي الصورة ديال ربعة هي صفر، ناقص ربعة تاهي غادي تكون تساوي صفر. وكندير التمثيل على هذا الشكل، دونك هذا هو التمثيل المبياني ديال الدالة اف. سينتاج تعرف دير غير التماثل، هنا التماثل المركزي حيت عندي نقطة بالنسبة للأو، وهنا التماثل المحوري حيت عندي محور الأراتيب كيكون هو المماثل ديال المنحنى ديال الدالة. دونك هاد التمرين بسيط ولكن مهم جدا، حيت الأغلبية ديال التمارين كيعطيوكم إذا كانت عندنا دالة زوجية أو دالة فردية كيعطيكم دراسة الدالة غير على مجال واحد، كيعطيك درس الدالة غير على المجال صفر مثلا زائد ما لا نهاية إذا كانت معرفة في آخ، وكيقولك استنتج التمثيل ديال خاصك تستنتج التمثيل ديال الدالة كاملة، يعني من ناقص ما لا نهاية حتى لزائد ما لا نهاية، سواء كانت فردية راه التمثيل كيكون متماثل بالنسبة لأصل المعلم، كانت دالة زوجية راه كيكون متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب. دونك هذا كل ما في الأمر بالنسبة لهذا التمرين، نتمنى أنكم تكونوا استفدتم من هذا الشرح. ما تنساوش لايك الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.